السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد القصة كانت وقعات وحنا باقين صغار، وتقريبا فات على أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 عام، ديال واحد الأسرة. أسرة كانوا مسافرين في واحد السيارة وغادين في الطريق، وهما غادين في الطريق الأب ديالهم السائق وقف الطوموبيلة خرج يبولو. كان فصل الربيع، كانت الازهار، انواع الازهار، وكانت الارض مخضره وحقول خيرات. نزل السيد وقف السياره ديالو، قلنا باش يبول، البول ماشي عي. فكيبتعد كيبتعد، هنا يجي هنا ما يجيش، هنا عطل عليهم السيد عطل. فملي عطل نزلات الزوجه ديالو كتبحث، الزوجه ديالو نزلات كتبحث، تبعت المسار ديالو. ملي تبعت المسار ديالو حتى هي ما رجعتش، بقاو الوليدات في الطوموبيل. قال لي واحد سائق سياره الاجره، حنا نقولوا لها الطاكسي، هذاك سائق سياره الاجره درف دا الاولى، مشى رجع، كتبان لي السياره فيها صغار، هو ياخذ الشك واتصل بالسلطات اللي حضرت العين المكان، وتجمعوا دوك شي ناس قراويين تماك، وقال لهم هذا المكان راه مشهور بواحد الافعى، افعى برواقيه، وربما تكون ضرباتهم. وفي بالفعل التدخل ديال السلطات لقوا ان السيد لضغاتو ديك الافعى، نهشاتو، عضاتو عضة مميته بالانياب السامه ديالها، سم زعاف. وصلت عليه الزوجه ديالو حتى هي ضربتها، وكان داك الوقت هذيك الافعى كتكون عندها واحد الحساسيه كبيره ملي كتكون عندها الوليدات صغار، الله كيفقسوا من البيض. فالسلطات تخلصوا من ديك الافعى، وهذه راه كانت قصه حزينه في داك الوقت. بقاو هذوك الوليدات صغار يتامى بسبب ديك الافعى. فالانسان يرد البال في هاد الاماكن النائيه وفي هاد البوادي، إنسان يرد البال، وهذا ما كان.